في المقابل المحافظ برر فعلته بأنه قام بها بسبب الازدحام. هذا ما قاله المحافظ، نتابع. تقريبا الساعة 3 الظهر كنت راجع من بغداد في زيارة عمل، وأثناء وصولي إلى سيطرة اللج بتقريبا قبل سيطرة اللج ب 5 كيلو تقريبا أو 4 كيلو وجدت ازدحام لا مثيل إله، كأنما احنا في 2007 أو 2008، والسايدين كان متوقفات وحالة يعني هرج ومشاكل، الناس طالعة وعايفة سياراتها، عوائل بالشمس الساعة 3 الظهر وتقيسوا. الحقيقة أنا كنت مسؤول موكب مالتي فوت بالعسكري ولا أهتم، ولا كأنما لا شايف ازدحام ولا يهمني هذا الموضوع، لكن ما أتحمل بأنه أبناء المحافظة والناس اللي يمرون على محافظة واسط بأنه يتأذون بهذه الأذية. نزلت ترجلت تقريبا بالكيلو ونص، أنا ترجلت بين العجلات، يمكن مواطنين كثير اليوم شافونا بين ترجلنا بيناتهم. وصلت إلى بأنه هذا الطريق كله السايدين ازدحام، رون سايد السيارات طالعة وصايرة فوضى في الشارع، ماكو لا الأجهزة طالعة تنظم الشارع، الشاحنات والعوائل والخط العسكري قاطعي ويدخلون سيارات بشكل يعني ازدحام جدا. وصلت إلى السيطرة سألت يابا وين أكو التفتيش؟ أكو تفتيش؟ ماكو تفتيش من الصدق، قالوا في 4 5 بلا مبالاة. سألت عن الضابط، الضابط يتحدث وياي بطريقة كأنما ماكو شيء، هو قاعد بالفي وممكن كان نايم ويتحدث كأنما والله أنا أطبق تعليمات وأنا أكون هيك أسوي أفتش. ما أعتقد بأنه اليوم لكل واحد كل